ارباع. يبي لك ثوبين، واحد لك واحد لخشمك. ها ايش رايك؟ خايسه ترى لعبه عربيه زين، ويعني تبقى لعبه خايسه، مهمات خايسه وتحكم خايس، كلها جلتشات، حوار متكرر، وكل النكت على الخشم. شوف سعرها 30 دولار على شنو؟ اللعبة خايسة، ما تفرق عربية ولا أجنبية. مو عاجبك سوي أحسن منها. أنا لعب فولوت 3 و4 وحبيتهم اثنينهم. في حرية كبيرة باللعب والأبغريدز، وفي اختيارات ومهمات تعتمد على قصة وشخصيات حلوة. الأشياء اللي ما عجبتني هو نظام الطق اللي كل واحد لازم يطقه السنة كاملة عشان يموت، والجلتشات طبعا لعبة بثزدا، والجرافيكس المتأخر 10 سنين. فبثزدا قالوا بنسوي لعبة فولوت بس بدون الأشياء الحلوة بفولوت. من قبل لا تنزل اللعبة واضح إن مسوينها بدون اهتمام، قالوا اللعبة بتنزل مع جلتشات. اوكي ندري كل العاب بثزدا فيها جلتشات، وطبعا لما نزلت طلعت الجلتشات اكثر من العاده، يعني جرافيكس لما الحين متاخر 10 سنين مع جلتشات اكثر، وهذا يقول اللعبه ما فيها شخصيات، اللاعبين هم الشخصيات. But there is one big difference with this game. It's that each of those characters is a real person. لا لحظة، ليش قاعد تصفقون؟ هالشي مو زين. لاعبين صجيين ما راح ياخذون مكان شخصيات لهم حوار وكتابة وقصص. وإيه سمعتني عدل، ما في شخصيات بهاللعبة وما في مدن، كل موجود بالعالم روبوتس وزومبيز ووحوش. من أحلى الأشياء اللي أسويها بفولوت إني كل ما أتقدم أوصل مدن جديدة أشوف فيها شخصيات جديدة أقدر أسولف معهم، بس هني ما في. وطبعا لأن ما فيها شخصيات فالمهمات خايسة، هذا إذا تسميها مهمات، لأن هي مهمة واحدة منسوخة طول اللعبة. روح هالمكان واسمع هالصوت بس، هذا اللي تسويه. الفكرة إنك تجمع جورنالز حق واحدة تقول القصة اللي صارت، أنت بس تسمعها تنقال. Overseer's personal journal. 4 years of living, learning and breathing Vault-Tec. فلما تأخذ جورنال وتسمعه تروح حق الجورنال اللي بعده عشان تسمعه. بالطريق اتحرك باماكن فاضيه وما اقدر اركض على كيفي، كل شوي اشوف الاستامنا ينقص بعدين انطره يزيد. او اقاتل وحوش مملين اغلب اللي طقهم زومبيز. بالاساس انا اكره نظام طق فول اوت، بس هني في اشياء اخيس بعد. احلى شيء بنظام طق فول اوت هو فاتس، هو بانك توقف الوقت وتختار المكان اللي تطق عليه، بس لان فول اوت 76 اونلاين فما تقدر توقف الوقت. وبدال لا بثزدا يفكرون بطريقه ثانيه عشان يستعملون فيها الفاتس، ما سووا شيء، خلوه موجود بس ما يوقف الوقت. شو الفايده؟ اللعبه مو موزونه، المهمات تطلب مني اروح اماكن ليفلها عالي من بدايه اللعبه. عادي انا ليفلي 10 اطق وحوش ليفلهم 30، ولانها لعبه بثزدا عادي تشوف الوحش قاعد يتزحلق بمكانه. او مرات اللعبه تفقد الامل، تقول ليش نصمم مهمه؟ دش هالمبنى واول ما تدش راح تلقى الشيء اللي تحتاجه، يلا اخذه وخلاص اطلع، بس خلصت المهمه، هذا كل اللي تحتاج تسويه. ولان هاللعبه متاخره 10 سنين لما تدش اي مبنى في لودينج يتغير على حسب مزاج اللعبه، مره نص دقيقه، مره دقيقه، مره دقيقتين، كل مره شيء غير. حتى لو ادش واطلع من نفس المبنى كل مره مده اللودينج غير. اتوقع عشانها اونلاين اللي هو شيء يضر اللعبه وما يفيدها من اي ناحيه. احس كل مكان في لاج شوي، لما اطق الطلقه توصل متاخر شوي، لما ابي اسوي لوت في لودينج شوي. بس على كلام تود هاورد ان اللاعبين هم اهم شيء باللعبه، هذا السبب انها اونلاين، بس للاسف حتى وجود اللاعبين خياس، ما في اي فايده من طق اللاعبين، بس تضيعه وقت وطلقات وتخريب ارمر. واضح انه مو مهتمين، بس كذي شيء حطوه بدون تفكير. نفس سالفه انها لعبه سرفايفل، تحتاج تاكل وتشرب، بس سهل انك تسوي هالاشياء، فيكون الاكل والشرب مو جزء من متعه اللعبه، بس شيء موجود اذيه. يعني فولوت 76 لعبه ما فيها شخصيات ومهماتها خايسه ونظام طقها ممل ومن ناحيه تقنيه زباله مع اونلاين يضر وافكار بدون اهتمام. واذا كل هذا مو كفايه فيها مايكرو ترانزاكشنز وحيل غالين. تبي هاللبس الخايس ادفع تقريبا 18 دولار، تبي شخصيتك تنسدح ادفع تقريبا 6 دولارات. اي 6 دولارات عشان شخصيتك تنسدح.
هو واضح ليش بثزدا سووا هاللعبة. شافوا الأرباح الخيالية اللي طلعولهم EA وروكستار من الأونلاين، قالوا خلنا نسوي نفسهم. وليش سيرفايفل؟ لأن هذه الموضة قبل 5 سنين أيام دايزي بثزدا توهم يستوعبون. بس إذا بيمشون على هالنظام حلو، يعني بعد 10 سنين نشوف فولاوت باتل رويال. أدري ما حد يقول ألعاب داينستي ووريوز أفضل شيء بالحياة، وأنا أتفق، بس اسمعني أنا أحبهم من خياسهم. خل ناخذ داينستي ووريوز 8 اللي هو أفضل السوق كمثال. نظام الطق يشجع على أنك تعلق على كومبو واحد بدون تفكير، وأعداء واقفين بمكانهم، معاك جنود وقادة ما يسوون شيء، لازم تسوي كل شيء بنفسك وتساعد الكل، تكرار مو طبيعي بكل شيء تسويه، وحتى الشخصيات اللي تلعب فيهم نصهم منسوخين من بعض. فإذا بتكلم عنها جد تكون لعبة خايسة، بس إذا بتكلم عن عاطفة وإحساس بتكون عجيبة. شوف الأعداد الكبيرة من الجنود، شوف شلون أطيرهم بأسهل حركات وهم يصارخون. أحب أسوي كل شيء بنفسي، واللي معاي ما منهم فايدة، هالشي يحسسني بالقوة. هذا وأنا قاعد أسمع موسيقى عجيبة. إذا صراخ الجنود ما كانت موسيقى كفاية. وإذا بنرجع أقدم، اسمع تمثيل الأصوات. Great King, flee! Oh, sorry. You flaming idiot! Take this! حتى تساو تساو ما يعرفون ينطقون اسمه. Is there something wrong? Kao Kao. شيء يضحك. ألعاب داينستي ووريورز بسيطة حق وناسة، مو شيء ينوخذ بجدية. أحس يقدرون يكملون على هالسلسلة مدة طويلة بسهولة بدون فشل كبير. أصلاً أغلب الأجزاء منسوخة من بعض، فما أعتقد شيء صعب حيل. بس تصدق لو أقول لك إن داينستي ووريورز 9 قدرت تصير أخيس جزء بدون الأشياء اللي حببتنا بداينستي ووريورز؟ صارت عالم مفتوح، يعني فيها صيد وتجميع وكرافتنج وخريطة فاضية، وأهم شيء أبراج. طبعاً ما ننسى الأبراج. وشفت شلون حركة الأبراج؟ حتى كمظهر خياس. على الأقل أساسنز كريد تعطيني شكل حلو لما تلف الصورة. هذا يبين مشكلة ثانية باللعبة، وهي كأنه مسوينها بدون ميزانية. أشياء تختفي وتطلع فجأة، تمثيل الأصوات، الجرافيكس الخايس، واحد يركض بمكانه يم حصان واقف غلط. مع أن ألعاب داينستي ووريورز طول الوقت فيها الرخص، هني الرخص يضر أكثر لأنها عالم مفتوح. الصيد أخيس شيء، المفروض تنخش وتطق من بعيد عشان ما يشوفونك وينحاشون، وتطق حيوانات على راسهم عشان تذبحهم بسرعة. بس تقدر انك ما تسوي هالشي، تقدر تطق وبس، ما راح ينحاشون عادي. اللعبة تشذي فيها صيد مخترب، وتحكم النبلة غبي حيل. الحركة صايرة حيل سريعة. حاولت اغير السيتنجز بس ماكو فايدة، ما اقدر اصوب عدل. واهم شي باللعبة المهمات خايسة. انتهت سالفة انك تحس بانك قائد جيش وتتقدم انت والجنود بالمرحلة. الحين تمشي باماكن كبيرة فاضية تلقى فيها جنود كذي متجمعين عند بعض، تذبحهم بعدين تسوي فاست ترافل بخريطة الكلام فيها مكتوب فوق بعض عشان تروح مكان ثاني في جنود كذي بروحهم تروح تذبحهم. اصلا بعض الاماكن ما فيها جنود كلش، بس كذي تدش مكان فاضي بعدين تلقى قائد قاعد بروحه مع تعليم الطريق غلط. المكان قدامي، اللعبة تقول لي روح يمين. وانتهت الحركات القوية بانك تسوي نفس الكومبو وتطير اعداد كبيرة. الحين اضغط R1 واختار واحد من هالاشياء، هذا اللي تسويه. ما ادري شلون يقدروا يبسطون نظام طق داينستي ووريورز اكثر من البساطة اللي كان عليها. وفيها جرابلينج هوك تخليك تصعد اي مكان، المشكلة انها تكسر اللعبة. اوه لوبو هني، لازم انحاش. اوه في جنود هني والباب مسكر، شنو اسوي؟ ايه عرفت، اسحب على الجنود واروح عند اقرب طوفة واضغط R1. بس خلاص انحشت، خلصت المهمة، ما احتاج اذبح احد عشان افتح الباب. من الاشياء اللي قلت عنها رخيصة هو تمثيل الاصوات، بس عكس داينستي ووريورز 3 تمثيل الاصوات هني ما يضحك من كثر الخياس. He said there was something he wanted to go see. Well, whatever the case, our only... خلاص أنا نمت. هذين الناس واقفين مكانهم يسولفون سوالف خايسة بتمثيل خايس، ما في شيء يونس. وتصدق لو أقولك مع كل خياس هذا، كوي تكمو ما تقبلوا هالشيء وكملوا تطوير عليها وقاموا ينزلون إضافات، والحين وصلوا عدد الإضافات 140.
140 DLC وفيها 3 سيزن باس. سعر الدي ال سي وسعر السيزن باس كله اغلى من اللعبه. المشكله ان اللعبه توها قبل سنه نازله، ما ادري متى مداهم يسوون كل هالدي ال سي. هاللعبه صارت عالم مفتوح لان هذه الموضه عشان تجذب جمهور العالم المفتوح، بس لما الحين اللعبه رخيصه وتحاول تسوي نظام طق داناسي ووريرز بس اخيس، لعبه ضايعه. وودي اشوف الجزء العاشر يسوي الاشياء اللي يبونها جمهور داناسي ووريرز، لان هني كنا كوي تكمو شافوا جمهور داناسي ووريرز مستانسين بالجزء الثامن كان يقولوا لهم You flaming idiot! Take this! لحظة، في شيء غلط. أوكي، الحين صح. الفكرة من قصة Assassin's Creed Origins إنها تشرح بداية الأساسنز، فبعرف شو الفائدة Origins 2 قصتها قبل الأول. ليش اسمها Assassin's Creed؟ واضح السلسلة خسرت هويتها، مع اني كنت ابي تغيير حالي حال باقي الناس، بس من بعد Assassin's Creed Origins 2 بالذات اقول لو نرجع على نفس اللعبة كل سنة احسن من هالخياس. هذا اكبر مثال حق لعبة تقدم كمية المحتوى على مستوى المحتوى، خريطة كبيرة ومهمات ايش كثر، واغلب اللي تسويه خياس. واكبر سبب حق هالخياس هو الاعتماد على الجرايندينج. كل ما سويت مهمة اساسية اللعبة تبيني العب مهمات جانبية خايسة ورا بعض عشان ارفع الليفل، مثل مهمة تحتاج ليفل 12 والمهمة اللي بعدها تحتاج ليفل 15 وتطول على ما تزيد ليفل 1 بس. والمهمات الجانبية فيها تجميع ولا روح هالمكان واذبح اشخاص بس، هذه مهمة. في مهمات جانبية حلوة فيها قصة بس مو الاغلبية. وطبعا انا مو مستغرب، هذا اللي بيطلع من لعبة تقدم كمية المحتوى على اي شيء ثاني، وهذا اللي بيطلع من سلسلة سنوية وقفوا سنة واحدة وخلاص لازم نرجع كل سنة، ما يقدرون يمسكون نفسهم. يعني مو كفاية انها تنقل الاشياء الخايسة الموجودة بأوريجنز من تمطيط وتكرار وتخفي، لما الحين اخيس من سينتكت وتشابه مع باقي العاب يوبيزفت وابراج. وابيك تتوقع Assassin's Creed Origins 2 كم برج فيها؟ الأول كان فيه 58 برج، رقم قياسي ما شفت نفسه بحياتي. فخل أقول لك، خل أساعدك شوي، هالجزء فيه أكثر من 58، فيلا أبيك تتوقع. توقع، حط ببالك رقم. حطيت ببالك رقم؟ أوكي. لا، مو 60 برج. لا، مو 70 برج. لا، مو 80 برج. لا، مو 90 برج. عدد الأبراج 95 برج. ايه، Assassin's Creed Origins 2 فيها 95 برج. شلون هذا اسمه محتوى؟ الشيء اللي مستغرب منه شلون احد يقدر يقارنها بـ The Witcher 3. ويتشر فيها محتوى عملاق وحلو بنفس الوقت، المهمات الجانبية لها قصص واختيارات وشخصيات، بأساسنز كريد تاخذ مهمة جانبية فيها شخصية وومن، بس وومن. انا فاهم ان في ناس يحبون هاللعبة وانا ما قاعد اقولك انت غلط، اصلا انا ودي لو حبيتها، حتى في اشياء عجبتني، مظهرها حلو، بعض الاماكن كأنها تحفة فنية، اللي اشتغلوا على الجانب الفني هم افضل المطورين. وبعد فيها اشياء حلوة باللعب مثل السفينة، بس حتى هالاشياء الحلوه جربتها باجزاء ثانيه سواء Origins 1 او اجزاء Assassin's Creed ثانيه، فما تكون بنفس التاثير. والقصه ما ادري، اللي لعبت منها عجبني شوي، يعني في احداث تصير تخليني ابي اكمل، بس اللي يصير بعدها انهم يبوني العب مهمه ورا مهمه، ما تحرك القصه، بينهم مهمات جانبيه خايسه، وحاطين لي مرسينريز يطلعوا لي بكل مكان، وانا اقول خلاص واخروا عني بكمل القصه. احس ان كل شيء بطيء وياخذ وقت طويل. طبعا اكبر سبب حق البطء هذا هو الجرايندينج، بس ليش؟ ليش تبيك تجمع موارد وايد عشان تطور سفينتك شوي؟ ليش تجمع نقاط اكس بي وايد عشان تزيد ليفل 1؟ انا اقول لك ليش، عشان تشجعك تدفع. كل شيء تقدر تشتريه، تبي فلوس ادفع، تبي موارد اللي تقعد سنه تجمعها باللعبه ادفع، تبي تزيد ليفل اسرع ادفع. يوبيزفت يقولون المايكرو ترانزاكشنز اختيار حق اللاعبين، وانا اتفق لاني ما دفعت غير $60 حق النسخة الناقصة، لان الكاملة $90 ولعبتها متأخر عن موعد اصدارها بثلاثة ايام، لان اذا بلعبها بموعد اصدارها لازم اشتري النسخة الكاملة اللي $90. بس عادي، يوبيسوفت مساكين يحتاجون فلوس،
يعني ايش تبونهم يسوون؟ الحين بعد ما طلع كوجيما ايش راح نسوي بمثل جير؟ ليش نحشناه اذا مو عارف ايش نسوي؟ خلاص خلاص انا عندي فكره تعطي الناس اللي يبونه وتربحنا فلوس. تتذكر كولكشن متل جير اللي نزل على بلايستيشن 3؟ ننزع على هالجيل بس انحلت المشكله. ايه نستعمل اشياء جاهزه من ذا فانتوم بين عشان نسوي لعبه زومبي سرفايفر. لا مو هذا اللي قلته. ايه هذه الموضه الحين زومبي سرفايفر. لا صح هالموضه انتهت. زومبي سرفايفر زومبي سرفايفر. يا طيب عطى واحد زومبي سرفايفر. الشوتينج كان حلو بذا فانتوم بين، فاللي سويتها متل جير سرفايف انها ما ركزت على الشوتينج. فيها مسدسات بس طلقاتها نادره، وطبعا راح ينسمع الصوت. بتستعمل اسلحه ميلي اغلب الوقت ويكون الوضع ملل. الطريقه الصح اللي تطق فيها انك تحط حاجز وتطقهم من ورا، او تصعد مكان اعلى وتطقهم تحتك. هذا ترى مو جلتش قاعد استغله، ترى هي اللعبه كذي مصممه. حتى الحاجز هذا تاخذه معاك، تقدر تحطه باي مكان وتطق من وراه. تقعد كذي تطق على البطيء، يجون زومبيز كثر وانت تطقهم على البطيء، تسوي نفس الحركه بالضبط، بعدين تسوي لهم لوت على البطيء. هذه هي اللعبه، هي اللعبه كذي مصممه حق هالشيء. والزومبيز لانهم زومبيز فاغبياء، المشكله غبائهم يخيس اللعبه، سهل تنحاش منهم وبسرعه ينسونك. اللي يميز ذا فانتوم بين هو طرق التخفي واستعمال الذكاء الاصطناعي حق الجنود. لما تشيلهم وتحط زومبيز تخترب اللعبة، وكل شيء اسويه من ركض وزحف وحتى بس انزل وامشي يستعمل استامنا، ولازم اكل واشرب كل شوي لان الجوع والعطش ينقصون بسرعة، صايرين اذية. واصلا مو صعب تعيش لانها غصب تبي تصير لعبة اونلاين. كل اللي تحتاج تسويه عشان تحصل اشياء تعيشك انك تشبك كل يوم، واللعبة بتعطيك هدايا كأنها لعبة آيفون. هالشي يخرب فكرة السرفايفل، بس عادي، أهم شي يشجع اللاعب يشغل اللعبة كل يوم. أنا لاعب دونت ستارف وعارف شلون ممكن السرفايفل يكون ممتع لما نخطط ونجهز أشياء حق الفصول اللي تمر، ونصيد ونجمع ونوزع بيننا ونستغل وقتنا بدون لا نضيع ولا ثانية، تكون متعة. بس هني لا، لا تسوي كل هذا. تبي ماي اشبك كل يوم أو انطر 100 دقيقة، سكر اللعبة وارجع لها بعدين بتلقى الماي. هذا سرفايفل. واذا متوقع قصة لانها متل جير، القصة هي عبارة عن انت بعالم ثاني وفي عذارش كثر ما تخليك تطلع من هالعالم الا لما تسوي مهمات مملة ورا بعض. كم مهمة تقول لي روح اخذ ميموري وارجع القاعدة، روح اخذ ميموري وارجع القاعدة، روح اخذ ميموري وارجع القاعدة. وتصدق ان فيها ابراج تحتاج وقت طويل عشان تشغل البرج، يعني الوقت هذا لازم تنطر لما يخلص وانت قاعد تحمي البرج بعدين يشتغل. حتى ابراج هاللعبة تبدع بالملل. فيها افكار حلوة مثل بناء قاعدة وتطويرها، ومكان فيه غبار يكون صعب بس فيه موارد افضل. لو اللعبة ضبطت هالافكار عدل بتكون لعبة زينة. و شنو؟ زين فصلت السيرفرات، ما اهتم، قاعد العب بروحي، ليش تطلعني؟ اوكي خلاص اسحب كلامي، كل شيء خايس بهاللعبة. متل جير سرفايف كانت فرصة كونامي انهم يثبتون لنا ان يقدرون يسوون لعبة متل جير حلوة من بعد كوجيما، بس اللي طلعوا فيه لعبة مبنية على الملل، تحاول تلحق موضة انتهت وما تدري شنو الاشياء اللي ميزت فانتوم بين. مع جرافيكس حلو ب 2015 مو الحين، اكثر كلمة قلتها عن هاللعبة هي ملل، لانها حيل مملة، كل شيء بطيء، والتركيز على الاستامنة والاكل والشرب يخليني اضيع وقتي باشياء تافهة، وفيها مايكرو ترانزاكشنز، يعني اذا باقي الاشياء مو كفاية تكرهك باللعبة. بس هذيل كونامي، وانت عارف لما كونامي تصير كونامي شو نقول؟ صح، كونامي. اوكي هالمرة بجرب شيء غير، بلعب لعبة اسمها ذا كوايت مان، سمعت انها خايسة بس ابي اتاكد بنفسي، فاذا طلعت خايسه بتكون حالها حال الباجي من الأسوأ بالسنه، بس اذا طلعت حلوه ما اعتبرها من أسوأ الالعاب. بعدين هذه من نشر سكوير اينكس، اكيد شركه بهالحجم تفهم انها ما تنزل شيء تحت المقبول، وبعد المطورين نفسهم اللي مسوين البراي القديمه مالت 2006، فيعني عندهم خبره.
هذا مو شكل قوائم يبشر بالخير ويبين لي انها لعبة بدون ميزانية. حتى لما احرك ما في اصوات، بس هذه توها البداية، لا تحبط من الحين. The Quiet Man واحدة من الالعاب اللي تركز على القصة، يعني اغلب الوقت بتشوف مشاهد وتسمع حوار، وفيها تمثيل صج مو بس مشاهد من داخل اللعبة. اول شيء يسويه البطل انه يشتري نقانق، وفجأة اللي يبيع يحذره من ناس يقول انهم متوحشين، ويلقى مع النقانق كلينكس في خريطة ويروح حق المتوحشين. هني نعرف انه ما يسمع. ليش سووش زين؟ ايه انا قلت تشوف مشاهد وتسمع حوار، لا اقصد تشوف مشاهد وما تسمع شيء، لان البطل ما يسمع فاحنا ما نسمع معاه، ما ادري ليش. عارف شلون A Way Out تستغل القصة عشان تحط اكثر من نظام لعب واحد؟ The Quiet Man ما تحاول تسوي هالشيء، ما تستعمل قصة حق اللعب، اصلا مرات كأن القصة بروح واللعب بروح. في انواع من الاعداء، بعضهم اقوى من غيرهم، وبعضهم يصدون، وبعضهم عندهم اسلحة، حتى اشكال الاعداء شوفهم نفسهم بالضبط بنفس الشكل وبنفس اللبس اكثر من مرة، وشكلهم ولبسهم هو اللي يحدد نوعهم وصعوبتهم. يعني هذا شيء غريب انه يكون موجود بلعبة تركز على القصة لهالدرجة. والطق حيل غبي وشكله غبي، انيميشنز منفصلين متقطعين ما لهم علاقة ببعض، فجأة تسوي حركة وتختفي وتطلع مكان ثاني عشان تسوي حركة ثانية، ويصير سلو موشن بوقت غلط، واشياء تدش ببعض، حتى مو كل شيء يشتغل عدل. اللعبة تقول لي لو اضغط A اقدر اوخر، بس ما تضبط، كل مرة احاول اوخر انطق، R1 تسوي داش ولا مرة استفدت منها، L2 ما ادري شنو هذا، ما ادري شنو يعني، شرح غريب ما يبين لي اي شيء، ولما اضغط L2 باللعبة ما يصير شيء، لما اضغط واي ارفس بس بطيئة وما في كومبو، كل رفسة بروح، البوكسات اسرع وفيها 4 بوكسات ورا بعض، فليش بسوي اي شيء ثاني؟ نظام طق خربان ما يشتغل ويشجع اني اعلق على شيء واحد، حتى شكله خايس، وهذا نظام اللعب الوحيد الموجود باللعبة، ما في شيء ثاني تسويه، يعني بس تشوف مشاهد طويلة بدون اصوات وما فيها اختيارات ولا كوك تايم ايفنتس او تلعب طق خايس. وإذا مو كفاية أن المشاهد ما فيها أصوات، القصة تبي تصير غامضة عشان تتأكد أني ما أفهم. ما أدري شنو السالفة بالضبط، بس من اللي فهمته أن هذا هو البطل لما كان صغير، وأتوقع عمه ميتة هني، وهذا اللي يرقص هو اللي ذبحها. بس الشيء الأكيد أن هذا لما كبر صار أسمر، العمر غير لونه. اللعبة ما تعرف ترتب نفسها عدل، إذا صار مشهد يكون بطيء وطويل، وإذا صار لعب يكون طويل، تطق ناس ويطلعون بعدهم ناس، بعدين تفتح باب ويطلعون لك ناس، ومرات تحاول تربط القصة باللعب بأن كل ما تطق واحد تطلع لقطة من المشهد اللي توه صار، توه شفته، ليش تطلع لي لقطات من شيء شفته؟ ما أدري اللعبة شنو تبيني أسوي وأنا أشوف هالمشاهد. هو واضح انه فاهم شنو اللي قاعد يصير، يقدر يقرا حركه اللي جاي يكلمه ويرد عليه عدل، بس انا اللاعب شلون بفهم؟ ادري ان الفكره اني اعيش مع البطل، بس خلني افهم الشيء اللي قاعد يفهمه هو، يعني يحط سبتايتلز مثلا. غير ان الفكره هذه ان البطل ما يسمع ما لها قواعد، اذا هو يفهم كلام الناس عدل ليش بعضهم يكلمونه بالاشاره وعادي نفس الشخص يكلمه كلام عادي بعدين يحول اشاره بعدين يرجع كلام عادي؟ استهبال. بعدين فجأة نشوف المشهد هذاك اللي من الماضي، الظاهر ان هذا مشهد مهم، فكل شوي يصير فلاش باك يبين لك المشهد اكثر، او بمعنى ثاني تشوف القصة على حسب مزاج المخرج. هالمرة نشوف في ولد ثاني مع اللي كان يرقص، والظاهر لما كبروا بطل اللعبة صار يشتغل عنده، وبعد في مغنية شفناها من فلاش باك، كل القصة من فلاش باكات، البطل يحبها بس تزوجت اللي يشتغل عنده. أدري شرح غريب، بس هذا اللي قدرت عليه من قصة متوزعة على فلاش باك وغموض وشخصيات ما أعرف أسماءهم حتى، زين قدرت أفهم اللي قلته. طبعا في مليون شيء ما فهمته، ما أدري شنو هالعلامة، وما أدري ليش عليها تركيز، وما أدري شنو اللعبة هذه ومن وين طلعها وليش جاي طالعها، والأهم وين راح اللي يبيع نقانق؟ هالمشهد البطل مو موجود فيه، بس لما الحين بدون صوت، شنو الفكرة من هالشيء؟ البطل ما يسمع ولا إحنا اللي ما نسمع؟ وهالجرافيكس معفن، هذا مو شكل لعبة نازلة ب 2018، بس على الأقل نشوف أشكال غبية. الظاهر يحب المغنية لأنها تشبه أمه، وفي طير لابس عباية يخطف اللي يحبها، وواحد من الشرطة قاعد يدور على البنت بعد، رفيج البطل من لما ماتت أمه كان يكلمه.
يمكن تحس أشياء ما لها علاقة ببعض، بس أتوقع لازم نتذكرهم لأن عليهم تركيز. في مشاهد عبيطة مثل لما البنت تنخطف البطل يلحقها ويسوي هالحركة. ولا هالمشهد اعتقد امه ماتت، ندري عن هالشيء. قعدت من الموت. اتوقع الحين قربت من النهاية لانه صار تويست كبير. لقى قناع الطير ببيت اللي يشتغل عنده، ولقى لبس امه، ولما الحين عليه دم. يعني هذاك اللي ذبح امه مو اللي يرقص. الحين عاد نبدا استهبال. الظاهر الكتاب فقدوا الامل، والبطل يلبس القناع ويصير قوي وما يقدر يتحكم بنفسه. ترى بس قناع، ما ادري ليش سواله كل هذا. بعدين يلقى فيديو بتليفونه في البنت المخطوفه والطير اللي لابس عبايه. بعدين يدز له خريطه، ما ادري صار فيلم هندي. بعد احداث طويله ما فهمت منها شيء غير ان طقينا الابيض اللي صار اسمر وانقذنا البنت، بعدين انخطفت مره ثانيه. بعدين البطل والشرطي يروحون حق الرئيس، بس الصراحه خلاص انا مو مهتم، قصه غبيه ابيها تخلص. المشكله اني مو قادر اعدي هالمكان لان اللعبه تبي تصير صعبه على النهايه، تحط لي اعداد كبيره وتبيني اطقهم كلهم، والمشكله الطق خايس ما يشتغل عدل. علي 5 اشخاص بنفس الوقت احاول اطق واحد، الثاني يطقني، واحد منهم طول الوقت يوخر ما اقدر اطقه، حتى لما بمسكه هم يوخر. اللي عندهم مضارب يمسخرون، طقتين اموت. وحتى لو طقيتهم وطيحت المضرب يصدون كل طقاتي بعدها. هذيل الاعداء اللي يصدون كل الحركات في لهم طريقتين، يا اني اطقهم بوكسات لما اخرب الصد مالهم، او اسوي كاونتر. ايه في كاونتر سويته بالغلط. اعتقد اللي المفروض اسويه اني اوخر بالوقت الصح باني اضغط ايه بعدين اطق باني اضغط اكس، بس هالشيء ما يضبط كل مره، فاللي قمت اسويه اني اضغط ايه واكس مع بعض وادعي انه يصير كاونتر. يعني كاونتر ما يشتغل عدل، وكل ما اذبح واحد يطلع غيره، وكل ما انطق شاشة تظلم ولا تتحول لون احمر، وكاونتر ما يشتغل عدل، ومضارب تمسخر وناس يصدون، وكاونتر ما يشتغل عدل، وكل ما اموت هذه تطلع لي وتبتسم، ما في شيء يضحك. ولما ارجع من الموت في فترة قصيرة ما اقدر اطق احد الا واحد قاعد وراهم، بس بعدين الباقي يستوعبون، وواحد منهم يقدر يطقني 4 بوكسات ورا بعض وما يمديني اوخر، وكاونتر ما يشتغل عدل. ايه مت 38 مرة. وترى مو المشكلة ان هالمكان صعب وبس، المشكلة ان هاللعبة ما تشتغل. بعده في بوس، وهذا مو اول بوس، قبله باريت الابيض اللي تحول اسمر مرة، والطير اللي لابس عباية مرتين، ولا واحد عطاني مشاكل. يعني هالبوس ما سويت شيء غير بوكسات. شوف شلون تلعب هالبوس، بس كذي علق بوكسات عادي، طقني كمل عليه بوكسات عادي. اعلقه بالطوفة واكمل عليه بوكسات، هو كذي عادي. بس فس عليه، هذا بوس كامل بذا كوايت مان، كذي تلعب بوس. بس الحين هذا مو عارف له قاعد يذبحني، طبعا الكاونتر ما اقدر اعتمد عليه. ايش اللي صار؟ من متى اقدر اسوي هالحركه؟ اوكي الظاهر التوت تسوي شيء، بس لازم اضغطها اكثر من مره. اتوقع انها تركز على شخص وبعدين تنهيه بقوه، ما ادري يمكن اللعبه ما تشرح لي ايش قاعد اسوي. شنو هذا؟ هني البطل يلبس القناع ويصير حد قوي، ما حد يقدر يصد طقته. ليش ما لبس القناع من زمان؟ المهم هذاك اللي متزوج البنت وخطفها يقرر انه يذبحها، والبطل الغبي بدال لا يوخر المسدس يروح يوقف قدامه ويموت.
بس طبعا هذا فيلم هندي، فالبطل رجع من الموت، هو متحول وعينه تشب ويختفي ويتحرك بسرعة. إيه تتذكر الشرطي؟ هذا مات بعدين قام من الموت. عادي صاروا يقومون من الموت، ونكتشف انه هو كان الطير اللي لابس عباية من البداية، مو اللي يشتغل عنده ولا اللي يرقص. يعني تويست كذي على النهاية عشان يصدمك، حتى لو شيء على حساب المنطق. هالبوس تطقه بانك تكون ريدي لانه خذ القناع منه. بعدين اثنينهم يطيحون على النهاية، سوالف انمي انتهى. خرابيط، هذه ذا كوايت مان. خرابيط، فكرة خايسة مع قصة خايسة، نصها ما فهمتها لأنه ما في صوت، مع لعب خايس وجرافيكس خايس. كل الكلام اللي سمعته عن هاللعبة ما بين لي كمية خياسها، بس الحين عرفت. فاللي قاعد أقول The Quiet Man answered، ما في شيء جاوبته عليه. إذا لعبتها مرة ثانية من أول أقدر أسمع أصوات وحوار؟ لا لا، مستحيل هاللعبة صج. أكيد نكتة صح؟ مستحيل لحد يبيك تلعب هاللعبة مرتين. لا لا ما راح أسويها، لا لا. شلون؟ شلون عاد أسوي كذي؟ هذه كانت أسوأ 5-6 ألعاب. في لعبة من أسوأ ألعاب 2018 ما حطيتها بالفيديو اسمها ديترويت نحو التخلف، لأن بسوي لها فيديو بعدين، يعني يمكن بعد سنة، ما أدري متى بالضبط، لأن يعني بعطيها حقها، لازم لها فيديو بروح. أتمنى عجبك الفيديو، وخلاص 2018 سنة قديمة لازم أهدها، فبسوي فيديو عن لعبة نزلت ب 2004. Come on, 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 come on